الحفل الكريم متابعينا الكرام مشاهدينا الاعزاء اينما كنتم على بركه الله نتحرك بالشوط الخامس في مجموع اشواطنا في هذا الصباح. الشوط الخامس مخصص لفئه الابكار. على المقدمه نذهب ونعلن عن سالم بن جاسم بن خليفه المسافري في اول المراكز يسجل حضوره في هذا الشوط. اما المركز الثاني ياتينا شعار احمد بن محمد بن مرخان في ثاني المراكز، والمركز الثالث مخيفه سعيد بن سالم بالهمزه على المركز الثالث، اما المركز الرابع عبد الله بن طالب المحرمي في رابع المراكز، والمركز الخامس عبد الله بن راشد بن معدن. هذه الخمس المراكز الاولى متابعينا الكرام، وهكذا ننتهي من اذاعتنا وندانا الاول لنعود مره ثانيه إلى مقدمة الشوط لنتابع شعار سالم بن جاسم بن خليفة المسافري على أول المراكز يتأهب أيضا لهذا الشوط ويتخوف من بن مرخان أقرب منافس، أقرب منافس لك يا بن جاسم أحمد بن محمد بن مرخان. المركز الثالث عزيز بن سعيد الجحافي مع سلاطين، والمركز الرابع مخيفة سعيد بن سالم بالهمزة. هذه الأربعة المراكز الأولى، ولكن نعود إلى أبو خليفة، نعود مرة ثانية إلى سالم بن جاسم بن خليفة المسافري. الجحافي قادم يا المسافري، طلع العصم الإبطان، روح مع الناموس، روح يا المسافري. ماذا تنتظر؟ ماذا تنتظر؟ أمامك 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 خيارين، أحلاهم أحلاهم يا حلام يا حلا. هذا التحدي نعم يتابع يحرك الآن، ولكن الجحافي، الجحافي مع سلاطين، الجحافي مع سلاطين. نعم عزيز بن سعيد الجحافي هو أقرب منافس، هو يعلن الهجوم، يعلن الهجوم. صاحب الأمتار الأخير يمر مرور الكرام، يمر مرور السلام، يمر مرور الانتصار. سلام على عمان، سلام سلام على الجحافي، سلام مع السلاطين في هذه الجولة. والنقطة الثالثة تهانينا والناموس عزيز بن سعيد الجحافي، الثاني بن جاسم، والثالث محمد الخميس بن هندي المهيري، المركز الرابع سعيد بن سالم بالهمزة، والخامس عبد الله بن طالب المحرمي. هذه النتيجة بتوقيت زمني مقدار دقيقتين 13 ثانية 93 جزء من الثانية. تهانينا والناموس للسيد عزيز بن سعيد الجحافي.